أعزائي أجمل تحيات لجميع زوار موقع كل الناس. نحن نتواجد في مقام الست سارة في أم الشقف. بعد لحظات سيبدأ هنا ما سمي بيوم الأرض للطائفة المعروفية والقيم والقيمين عمليا القيمون على هذا اليوم، الجمعية الشعبية لدفاع الأرض في دارة الكرمل. بعد لحظات سنكون مع الصور هنا الحية من أم الشقف مقام الست سارة، وأكيد مع لقاءات بصدد هذا الموضوع في سياق هذا اليوم. كونوا معنا.